بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من مكونات طبيعية تزيدك جمالا، تحافظ لك على شباب بشرتك، وصفة طبيعية تحقق لك هذه الرغبة بثلاث مكونات فقط. طريقة سهلة لكريم سهل للغاية، لا يتطلب تنفيذه سوى دقائق فقط من وقتك في المطبخ. لدينا هنا وصفة أو كريم البطاطا والحليب، طبعا ونحتاج كذلك لفيتامين إي. الفيتامين إي في هذه الوصفة رائع جدا، ويمكن كذلك الاستغناء عنه إذا لم يتوفر لديك في البيت. وهذه الوصفة تجعلك تبدين أصغر لتودعي السجاعيد وتتحصلين على بشرة بيضاء ونضرة. نحتاج لأي نوع من البطاطا متوفر عندك في البيت؟ أي نوع؟ ليس هناك نوع محدد من البطاطا. طبعا ليست البطاطا الحلوة، إنما البطاطا العادية. ونحتاج كذلك للحليب السائل، يمكن تعويضه بالحليب البودرة، أو يمكن تعويضه بحليب الأطفال كذلك في هذه الوصفة، ناجحة 100%. كذلك بحليب البودرة، هذه الوصفة ناجحة 100%. نقوم أولا بتقشير البطاطا. قلت نستخدم أي نوع في هذه الوصفة، ثم تبشر في المبشرة الناعمة. إذا توفرت لديك عصارة الخضر والفواكه، يمكنك استخدام مباشرة عصارة الخضر والفواكه. طبعا هذه الطريقة تناسب من لا تتوفر لديها عصارة الخضر والفواكه، وليس الجميع يتوفر على هذه العصارة. طبعا هي عملية سهلة وسريعة وتعطي كمية أكبر، أقصد العصارة تعطي كمية أكبر من عصير البطاطا عن هذه الطريقة. حتى وذلك من أجل الحصول على عصير البطاطا في هذه الوصفة، خذي حبة بطاطا متوسطة الحجم تكفيكي لمدة أسبوعين كاملين. وبعدها نقوم بتصفية عصير البطاطا. بهذه الطريقة نصفي كل كمية البطاطا، لأننا سنحتاج إلى في هذه الوصفة إلى فقط نشا البطاطا. سأوضح الطريقة إن شاء الله، فقط تابعي معي الخطوات جيدا حتى تنجح معك هذه الوصفة. رهيبة جدا هذه الوصفة، وتناسب جميع أنواع البشرة حتى الحساسة منها، وتناسب كذلك بعض مشتركات قناتي من بشرتهن تتحسس من نشا الذرة، أي الكورن فلاور. سنستخدم هنا نشا البطاطا. نستمر دائما في أخذ العصير. فقط صاحبات البشرة الدهنية، أضيفي ملعقة شاي صغيرة إلى عصير البطاطا أثناء تصفيته، حتى تكون هذه الوصفة مناسبة لك. وبعدها نترك عصير البطاطا لحوالي ساعة إلى ساعتين، من ساعة إلى ساعتين، حتى يترسب لنا كل نشا البطاطا في قاع الإناء. نحن نحتاج فقط لنشا البطاطا، قلت من ساعة إلى ساعتين، ونتحصل على هذه ال نقوم أولا بإنزال كل الماء، ماء البطاطا طبعا يسود في حالة عدم إضافة
عصير الليمون، طبعا عصير الليمون لا يناسب جميع أنواع البشرة، فقط البشرة، قلت صاحبات البشرة الدهنية من تضيف عصير الليمون لعصير البطاطا. بعدها نقوم بإضافة، نتحصل هنا نشا البطاطا، هنا يترسب نشا البطاطا، هذا ما نحتاجه لهذه الوصفة، هذا هو نشا البطاطا، هو من سيجعل لنا الكريم في هذه الوصفة. أولا نأخذ، قلت، 2 ملاعق طعام كبيرة من الحليب، نضيفها مباشرة على نشا البطاطا، نخلط المكونات جيدا بهذه الطريقة، لاحظي معي جيدا، بالنسبة لماء البطاطا لا تتخلصي منه، سأعطيك كذلك وصفة للشعر بحول الله، فقط نكمل مع بعض وصفة الكريم. ثم نضعها على نار هادئة، نضع هذه الوصفة على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى نتحصل على وصفة شبه كريمية، ونتحصل على هذا الكريم، قلت، يوضع على نار جد هادئة أو على حمام مائي بدون نشا الذرة، فقط بنشا البطاطا. الوصفة رائعة جدا وتناسب جميع أنواع البشرة. يحفظ هذا الكريم في برطمان زجاجي، قلت يمكن إضافة كبسولة الفيتامين إي لهذا الكريم، طبعا نضيف الكبسولة بعد ما يبرد الكريم، هذا إذا توفرت لديك كبسولة الفيتامين إي. صاحبات البشرة الجافة جدا يضيفوا أي نوع زيت يناسب بشرتهم، خاصة زيت السمسم أو زيت الأرغان أو زيت اللوز الحلو، حتى زيت الزيتون يمكن إضافته لهذا الكريم، ولكن يستخدم ليلا قبل النوم إذا أضفت زيت الزيتون. طبعا قلت يمكن عمله بدون زيت الفيتامين إي، ويمكن عمله بزيت الفيتامين إي كذلك، حسب ما يتوفر لديك في البيت. هذا الماء البطاطا لا ترميه، فهو محفز رائع جدا لنمو الشعر. قومي بتوزيع هذا الماء على فروة الرأس، فهو قلت محفز لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، ويجعل شعرك ينمو بسرعة، وخاصة إذا قمت باستهداف الأماكن التي فيها فراغات، وكذلك هو يعالج مختلف مشاكل فروة الرأس من الحكة والالتهابات والقشرة، فقط نقوم بتوزيعه جيدا على الفروة وكامل خصلات الشعر، نتركه قبل الاستحمام لحوالي نصف ساعة، وبعدها نقوم بغسل الشعر بالطريقة المعتادة حتى لا نتخلص من أي شيء في هذه الوصفة. طريقة استخدام هذه الوصفة على البشرة، دائما البشرة تكون نظيفة قبل استخدام الوصفات، يجب أن تكون البشرة نظيفة، وطبعا الاسترخاء مهم، وعدم الكلام أو الضحك. ونقوم بتوزيع هذه الوصفة من أسفل إلى أعلى، دائما الرقبة، هذا الكريم رائع جدا لتبييض الرقبة، إذا كان هنالك اسمرار في الرقبة يمكنك استخدامه بشكل يومي للرقبة. طبعا التجاعيد، تجاعيد حول الفم، كذلك هذا الكريم ممتاز
وكذلك نوزعه حول منطقة الهالات. له فوائد كثيرة هذا الكريم، رائع جدا، وقلت أنه يناسب جميع أنواع البشرة. نترك هذا الكريم من 20 إلى 25 دقيقة، وبعدها نقوم بغسل البشرة مباشرة بالماء البارد. ويجب ترطيب البشرة بعد استخدام هذا الماسك بالمرطب الخاص بك أو بأي نوع زيت تستخدمينه أنت في نظامك لعنايتك ببشرتك. هذه الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات الصغار، كذلك من 10 سنوات فما فوق يمكن استخدام هذه الوصفة لهم، خاصة إذا كانت لديهم هالات من التعب أو الإرهاق، الدراسة، حفظ الدروس والسهر. رائعة جدا هذه الوصفة، يمكن استخدامها إذا كانت لديك فقط مشكلة الهالات. وكذلك هذه الوصفة ممتازة لانتفاخ حول العيون، كذلك رائعة جدا لعلاج بشرتك من حروق الشمس، لأن البطاطا رائعة جدا تشفي بشرتك من حروق الشمس وتخفف منها بالاستخدام المنتظم. تعمل على تبييض وتوحيد لون بشرتك، هذه الوصفة ممتازة قلت، وتصلح لجميع أنواع البشرة. دور كبسولة الفيتامين إي في هذه الوصفة، تعمل على تجديد خلايا بشرتك، تعزز عملية إنتاج الكولاجين، تحارب التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تجعلك تبدين أكثر سنا، كما تساهم في التخلص من البقع السوداء، التصبغات، النمش، وكذلك الكلف الذي يشوه لك جمال بشرتك. كذلك الحليب أو اللبن بما يسمى في بعض الدول العربية الأخرى هو مكون طبيعي يعمل على شد البشرة، خاصة إذا استخدمنا مثلا حليب الماعز، رائع جدا، أو البقر، يرطبها من عمق، يبيض لك بشرتك ويمنحها نضارة ومن أول استخدام. هذه الوصفة قلت هي قادرة على تقليل ومحاربة الخطوط الرفيعة والتجاعيد، كما يمكنك استخدامها للوقاية كذلك من تجاعيد بشرتك بعمر مبكر، كما تعمل دور مهم في عملية تبييض بشرتك وكذا ترطيبها. هذا الكريم أو ماسك أو قناع نسميه كذلك، يستخدم لمرتين في الأسبوع، وبعدها تمتعي ببشرة جميلة جدا لا تشوبها شائبة بحول الله تعالى. مدة صلاحية هذا الكريم إذا استخدمت كبسولة الفيتامين إي، لأنه يعمل كمادة حافظة، أسبوعين كاملين في الثلاجة فقط، وشهر إذا استخدمت معه عصير الليمون. هذه الوصفة قلت آمنة حتى للرجال، يمكنهم استخدامها وبكل أمان. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.